اليوم بإذن الله راح نتكلم عن الانعطاف يمين، وإذا كانت اللفة اللي أنا براح أخذها يوتير قريبة من عند الانعطاف وفي سيارات، إيش المفروض إني أتصرف؟ طيب، التصرف الصحيح إذا كنتي مبتدئة حلوين، طبعا راح تكون سيارتك مايلة أوكي وكشف للطريق عن يسارك من خلو المسارات. إذا كنتي مبتدئة أنا ما أنصحك تسوين الطريقة هذه. ليش؟ لأن تحتاج لتقدير المسافات، يعني سيارات عندي في المسار أيسر سريعة، فإيش هنا تحتاج تقدير مسافات. لو إنك متعودة على السواقة ومحترفة حلوين راح تقدرين المسافة وراح تدخلين بسرعة أوكي اللي هنا وانتي داقة إشارة طبعا يسار. لكن كمبتدئة أنا ما أنصح فيها كمبتدئة، لأن تقدير المسافات إلى الآن ما بعد نوزن عندك، فالأفضل إنك تمسكين يمينك حلوين وتتعدين المسار، بعدين تنتقلين للمسار الأيسر حلوين وتنتقلين، بعدين ترجعين مرة ثانية يوتين وترجعين على المسار اللي انتي تبغينه. هذا هو الصحيح. طيب بنات، أتمنى اللي أرسلت الرسمة أنها تكون متابعة لسنابتي هذه وتستفيدوا بالتوفيق. طيب، أغلب الأسئلة اللي تجيني كيف أعرف أن الشارع هنا مسموح فيه الباركينج أو لا؟ الموضوع مرة مرة سهل يا بنات. لما تشوفين الخط الأصفر موازي قريب لم الرصيف، معناته هنا ممنوع اني اسوي باركينج، هنا ممنوع عليك مخالفة. طيب، ايش اللي مسموح لي؟ المسموح لي لما تشوفين هنا رصيف حلوين وتشوفين الخط الاصفر بمسافة سيارة، بعده بمسافة سيارة، هنا ايش؟ هنا يسمح لي اني اسوي باركينج فيه، هنا مسموح. طيب، ايش الفرق بينه وبين الطرق السريعة؟ الطرق السريعة يسمى بأكتاف الطريق، ما بعد الخط الأصفر، ما بعد الخط الأصفر يسمى بأكتاف الطريق، هنا عليه مخالفة للي يمشي أكتاف الطريق. لكن في الطرق العادية اللي داخل المدن، لما تشوفين الخط الأصفر بعيد، تشوفينه بعيد بمقدار سيارة، معناته هنا يحق لك إنك تسوين باركن. أتمنى يا بنات إن اليوم الشرح وصل وبالتوفيق.